الله يرحمه برحمه الله وغني عن التعريف، وكل ما غادي نقولوا قليل حقه، لانه كان اون انسيكلوبيدي، يعني قاموس لا في الفن ولا في الرياضه ولا في الثقافه ولا كان تبعت صغيره وكبيره. وانا شخصيا كانت عندي معها علاقه شخصيه وعائليه، الله يرحمه برحمه الله وإن يرجعها. اولا كنبغي نوجه التعازي الحاره العائله ديال السي بلعيد بوميد، مرحوم الاعلامي المخضرم الكاريكاتوري الكبير اللي ابدع في جميع المجالات اللي كتب فيها، لا الرياضيه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه. السي بلعيد بوميد عندي معاه علاقه ديال عائليه لانه راجل خالتي، كنت قريب منه، كنت خاصة في محنته المرضية عانى بزاف، لا مرض لقضاء الله إنا لله وإنا راجعون. كنبغي نشد بحرارة على أيادي كاع الناس اللي وقفوا معاه، وخاصة السي فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، السي مقروف، السي جلول، الله يجعل لهم في الميزان المقبول، لأنهم كانوا قراب باش نقولها بكل صراحة، لا ماديا ولا معنويا. كنبغي نعزي الجسم الإعلامي بشكل عام. مثل هاد اللحمة اللي كتجمع الجسم الإعلامي والرياضي بشكل عام، هو اللي كيخليك أنك تزيد مازال تعطي بدون مقابل، وتزيد تكون حاضر. إلى هضرت أنا على المستوى الفارق ديالي اللي كنعشقه بين قوسين، مثل هذه المسائل وهذا التلاحم هو اللي كيجعل الانسان دائما. شفنا السي فوزي القجاع حضر المراسم الدفن، شفنا السي مقروف، شفنا وجوه رياضيه اللي غابت على الساحه لمده طويله، موظفين من جميع القطاعات. كنقول للجميع الله عشر الخطوات وانا لله وانا راجعون. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات.